في حد كده يا ماما؟ النهارده مش بيفكرك بحاجه؟ حاجه زي ايه يعني؟ النهارده مش بيفكرك بحاجه؟ عيد ميلادي؟ عيد ميلادك يا ولد. يا ماما لسه صح يا ماما. انت مش فاكر ان قلنا ايه؟ رمضان جه وما حدش قال لي. مش عارف يا ماما، مش عارف، قولي لي انت. لا طبعا، ازاي انساكي؟ ده انا حتى محضر لك قصيده. قصيده ايه دي يالا؟ ثانيه واحده. انا ايه دلوقتي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتنا المسلمين والمسلمات. لسه ما جبتش هديه لامك، لسه ما جبتيش هديه لامك. دلوقتي معانا في مسابقتنا هديه رحله عمره اللي بتديها لامك. وسؤالنا لمسابقه عيد الام: لمن يكون عيد الام؟ للام ولا الاب ولا الجد ولا الجده؟ سؤالنا سهل خالص يا جماعه، ما فيش فيه اي مبالغه. لو عرفت الاجابه اتصل بينا على 0900 0900 واحنا هننصب اصلي، هنرد عليك على طول. واديني بقى اهل بيك. الاجابه الام. هاخد الهديه امتى بقى؟ الو الو يا ولاد النصابه، طب اجيب لها ايه انا دلوقتي؟ وانا معايا كام؟ كده ما قدمنيش غير بابا. يا بابا اهو هي دي النسوان ولا بلاش؟ بابا عايز فلوس. غور ياض من هنا يا. مش عشاني، عشان اجيب هديه لماما. خد اخويا حل عني بقى. ايه ده يا بابا؟ معاك 10 جنيه عايز ايه تاني؟ هو في ايه يا بابا في 10 جنيه؟ غور ياض يا ابني. لو سمحت بكام الورده دي؟ الورده دي؟ الورده دي ب 10 جنيه يا باشا. 10 جنيه ليه يا عم؟ ورده تايتانيك يا باشا. انت بتستهون بالورده دي يا باشا؟ الورده دي من ايطاليا والله على الطلاق الثلاثه من ايطاليا. طب بقول لك انا هاخدها ب 5 جنيه وقتي وكاش. 7.5 يا باشا اخر كلام. طيب شكرا يا باشا، فات 5 جنيه يا باشا. ما كمل اول يابا، خدها اهو. اتخلى يا باشا، هات بقى الورده. ماما يا ماما. ما خلاص يا زفت، هي نشرة. كل سنه وانتي طيبه. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني. حلو ها؟ ها؟ اي خدع، اي خدع. كل حاجة الأم 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 الأم، ومحدش حتى بيفتكرني بكيس جوافة، وأنا اللي شقيان وتعبان ليل نهار بشتغل على رجلي، ومحدش حتى بيفتكرني ولاو ببطيخة. ليه معملوش عيد أم زي ما في عيد أم؟ ولا احنا هنفضل مظلومين كده لحد ما كده؟